أصحاب السماحة، أصحاب السماحة مشايخنا الأفاضل، الزعيم الوطني وليد بيك جنبلاط، تيمور بيك جنبلاط، عطوفة الأمير طلال أرسلان، معالي الوزراء، السادة النواب، القادة الأمنيون، ممثلو الأحزاب والقوى السياسية، الفعاليات، كل باسمه وموقعه ومتانته، أهلا وسهلا بكم في بيصور. نشكر لكم حضوركم اليوم ونحن نطوي صفحة بيصورية أليمة في بلدة لطالما كانت في صراع مع القدر. في السلم وفي الحرب مرت بيصور بمنعطفات ومحن تفوقت عليها ولو بعد حين. انتظرت الشمس وتعلمت كهذا الجبل الوطني العربي أن تنضج في الجليد، وكان صوت العقل والحكمة وكانت القيم المعروفية الإنسانية هنا دائما تجمع أهالي البلدة. فقد يمر المرء بلحظات تخل، لكن الأهم أن تليها لحظة تجل كهذه التي تجمعنا اليوم. غيوم تتلبد وتمر علينا مصائب ومصاعب وشدائد، فنجتازها ونمضي قدما نحو الغد. عيوننا شاخصة للخير والصدق والمصالحة والمصارحة والسلام والوحدة في زمن الأخطار فوق كل الجراح. فهنيئاً لمن يصافح ويعفو ويبادر بالتسامح والصلح، وطوبى لمن عملوا الصالحات والمصالحات وبادروا وسعوا ويستمرون. البداية مع الكلمة الصادقة الجامعة، كلمة العين الحارسة لخير الأهل والمجتمع والداعية للصلح، بقلب طيب كهذه الأرض الطيبة، كلمة شيخ عائلة آل ملاعب الشيخ أبو نبيل أديب ملاعب، يلقيها الدكتور وليد ملاعب ليتفضل. أصحاب السماحة والفضيلة، وليد بيك، مير طلال، تيمور بيك، السادة أصحاب المعالي والسعادة، مسؤولو الأحزاب، العمداء، مسؤولو الأسلاك الأمنية والعسكرية، رؤساء البلديات، السيدات والسادة، الحضور الكريم. لقاء عقد راية الصلح اليوم محطة هامة في تاريخ بلدتنا بيصور، نتجاوز فيها آلام الزمن الصعب لنمتشق وكالعادة وعلى مر التاريخ رايات العزة والمحبة والكرامة والإباء. لقاء عقد الراية عقد لعزم قديم جديد على التكاتف والتضامن، على التآخي في الأزمات والتوحد في الاستحقاقات، والتعاون في تجاوز المحن والمنزلقات الصعبة والخطيرة. وبيصور أيها السادة، ومنذ 100 عام ونيف آثرت المضي قدما في تكريس بيئة توافقية تضامنية وطيدة اعتمد أهلها الأعراف طريقا ومسلكا في الحياة، إيمانا منهم بأن العرف هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع الطيبة الحسنة بالقبول. ثلاثية ضامنة لإرساء قواعد المحبة بين أفراد المجتمع الواحد، العقل، النفس، والطباع. السادة الكرام، مشهدية اليوم وبهذا الحضور المميز من كبار هذا الوطن ترسم صورة معبرة لذكرى أليمة ولحدث جلل.
فأنتم اليوم الشاهد الأكبر على زوال مكروه حصل بظرف وصدفة لا نريدها ولا يمكن لنا إلا أن نتهيب في استذكارها لتكون عبرة لنا ولأولادنا ولأجيالنا الآتية فيما بعد. حضوركم دليل اهتمام بقضايا الناس ومصالحهم بظروف حياتهم وعلاقاتهم، دليل حرص على بقاء هذا المجتمع بمنأى عن الإرباكات والخلافات والتفاعلات السلبية التي لا يمكن أن ننتظر منها إلا الهدم والانقراض لقيمنا، قيم الحق والخير والمحبة والجمال. نتكلم باسم عائلتين عزيزتين لهم منا كل تقدير واحترام. شاءت الظروف أن يحصل حدث غير محسوب، فكانت النتيجة على ما هي عليه. الخسارة علينا جميعا كبيرة جدا، لا يضاهيها إلا هذا الحجم من التسامح من الجانبين وهذا العفو عن بعض الحق الذي ساهم إلى حد بعيد في طي هذه الصفحة المؤلمة والحزينة. فكيف لا ونعلم جيدا بأن التسامح هو من شيم الكرام ومن أخلاق الأفاضل والكرماء والأدباء والراغبين فيما عند الله. إن خسارة الأبناء وبكل أشكال هذه الخسارة لابد أن تترك جرحا عميقا في نفس الأهل، وخاصة في نفوس الآباء وفي قلوب الأمهات، قلوب هي من روائع خلق الله. فهن صبرن على المصيبة وآمنا بقضاء الله وقدره وحسن تدبيره، وسبحانه وتعالى ألهمهن الصبر في الأزمات لتجاوزها بحكمة ودراية، مؤمنات بقول الشاعر: فاصبر فإن الصبر عند الضيق متسع. الشكر كل الشكر إلى أهلنا المعنيين بالحدث، إلى الأخ مروان وعائلته، إلى الأخ رياض وعائلته على حفاظهم الدائم على مبدأ التواصل والتلاقي احتراما لتقاليدنا الموروثة والأعراف السائدة. في النهاية لابد من توجيه كلمة شكر وامتنان إلى كل الذين ساهموا في طي هذه الصفحة والتوصل إلى الخواتيم السليمة. شكر وامتنان إلى كل من ساهم في تحقيق المطلوب للوصول إلى تنظيم هذا اللقاء المبارك. الشكر الكبير لحضوركم أهل وحدة ووفاق، لحضوركم أصحاب السماحة، لكم وليد بيك والمير طلال وتيمور بيك، ولكل من شاركنا مع أهلنا فرحة العبور إلى زمن الإلفة والمحبة والسلام. باسم بيصور أرحب بكم مقامات سياسية كبيرة ومقامات روحية وأصحاب العمائم البيضاء الطاهرة الناصعة داعية دائما إلى العقل والحكمة والمنطق والتقوى والإيمان والتوحيد، وشخصيات وزارية ونيابية وعسكرية أمنية إدارية، فعاليات بلدية اختيارية، الأهل والأقارب والأحباء والجيران، أهلا بكم جميعا. أصبنا في العام 2017 وفقدنا شابا كريما مكرم ملاعب، وأصيب البيت الآخر أيضا، بيت زاهر، بيت رياض، وأصيبت بيصور. الزعيم الوطني وليد جملاط، أقول باسم بيصور عندما كان لابد من الوقوف دفاعا عن الأرض والكرامة والشرف والعرض، لبت بيصور نداء والدكم زعيم الحركة الوطنية اللبنانية آنذاك
وكانت بكل أحزابها وقواها في الطليعة، فأطلق عليها المعلم اسم أم الشهداء. وعندما عقدت راية المختار لك، ثم عقد لواء القيادة في أصعب ظروف، كانت بيصور في الطليعة وقدمت عددا كبيرا من الشهداء يقارب 150. كانت وفية وأمينة، ما خذلتك وما خذلت والدك، بل كانت سباقة متقدمة. وعندما رفعت راية المصالحة مع الآخر، كانت بيصور أيضا مقدامة في الانفتاح ومد يد المصالحة. ونحن في منطقة نعيش أهلا وجيرانا أحباء أعزاء، نتشارك معا كل حياتنا اليومية. أقول ذلك لأشير، إذا كنا في بيصور في الجبل قد تصالحنا مع الآخر من هنا ومن هناك، هل يجوز ألا نتصالح مع أنفسنا؟ ونحن أبناء عائلة عربية عريقة لها في تاريخ الجهاد والنضال تضحيات كبيرة، أصيبت بهذا المصاب الذي أشرت إليه. أصبنا فصوبنا منذ اللحظة الأولى. كان لعائلة مروان والد الفقيد مكرم موقف كبير كريم مشرف، حرص على الوحدة وعلى إدارة الأمور بحكمة والاحتكام إلى قضاء الله وقدره والقضاء في الداخل، وأيضا الحالة العشائرية بين بعضنا البعض في إنهاء ذيول ما جرى. وليد بيك كنت الراعي المتابع باليوميات تقريبا بدقة، الواقف على كل التطورات والمساعي التي كان يقوم بها الخيرون. اليوم نحن في حضورك الأمير طلال، المقامات التي أشرت إليها تيمور بيك، نحن نعقد راية الصلح بين بعضنا البعض في بيصور. وهذا ليس الموقف الأول الذي تقفه البلدة، سبق أن وقع حادث أليم فكان في هذه البلدة. الأمير مجيد أرسلان، الزعيم كمال جنبلاط، والمرحوم سماحة شيخ العقل محمد أبو شقرة. هذا مشهد مهيب اليوم تستحقه بيصور، تستحقه العائلة الكريمة المصابة، وهذا يفرح القلوب ويثلج الصدور. اليوم تعقد راية الصلح، نطوي صفحة ونفتح صفحة جديدة. الأمير طلال أرسلان الصديق العزيز، رافقناك فترة طويلة في مساعي الخير والصلح والوفاق. في القدر تقع أحداث نصاب بها جميعا، واستمرت هذه المساعي، وبينك وبين وليد بيك سعي متكامل دائم لإنهاء تلك الذيول. لا نرحب بك هنا، بل نقول لك أنت أيضا بين أهلك ومريديك ومحبيك، وبالتالي نأمل أن تكون هذه المصالحة منطلقا وفتح باب ومسار لإنهاء المصالحات المنتظرة. هكذا نكون جميعا بخير بأمان، نؤكد رسالة التوحيد. تيمور بيك الرئيس الحبيب، أنت أيضا في بلدتك وبين محبيك وأهلك، وإن شاء الله على مستوى المسؤولية. لذلك هذا اللقاء المفرح معكم جميعا يحفزنا على مزيد من البناء على ما سبق. في بيصور إذا أصيب أهلنا وأقاربنا آل ملاعب، كانت بيصور مصابة، وإذا أصيب أحد من آل العريض، بيصور كلمة واحدة بكل أحزابها وقواها وشخصياتها على مختلف انتماءاتهم.
لا ننسى هنا تحت عنوان الصلح يوم استشهد الشهيد صالح العريضي وكان جثمانه لا يزال في الأرض مغطى بحرام، وقف الشيخ أبو صالح وقفة استثنائية تاريخية وخاطب الناس حيث كان ثمة قلق وهيجان وانفعال طبيعي في مثل هذه اللحظة، وقال: لو جاءوا لي بقاتل ابني الآن لقلت له سامحك الله، هذه روح المصالحة وهذه هي روح التوحيد تتجلى اليوم في هذا اللقاء الكبير المشهود في بيسور. لا أنسى جهد رجل كان في موقع المسؤولية ولا يزال في موقع آخر يقوم بمسؤولية وأمانة، مكرم الفقيد كان من أسرة الأمن العام. شكرا اللواء عباس إبراهيم، أنت بيننا أخ كريم عزيز، كان لك دور أساس في مساعدتنا في لملمة الأمور في بداياتها، وأمسكت من موقعك المسؤول بهذه القضية كواحد منا. نحن نقول لك باسم بلدتنا وفاء شكرا وشكرا وشكرا. إلى العائلتين الكريمتين باختصار، وليد بيك، أمير طلال، تيمور بيك، الحضور الكرام، عندما دخلنا الآن برفقة أخينا رياض والد زاهر لمصافحة مروان والعائلة الكريمة، كان كلام من مروان كبيرا: مروان، مرة جديدة شكرا لك على نبلك وأخلاقك وشجاعتك، صافحت رياض وقلت له غدا يوم آخر بمباركة أصحاب السماحة. هذا مؤشر أساسي على ما نحن مقبلون عليه، فإن شاء الله تستمر الأمور على ما توافقنا عليه. وأقول لك يا مروان، أنت والأخت العزيزة رحاب، الأم الصابرة التي تجاوبت معنا في كل شيء، بهاء ابننا وابنتك بنتنا وزوجتك أختنا، وكلكم أمانة بمسؤوليتنا، وإن شاء الله نكون كما كنا منذ بداية الطريق معكم. رياض، تأكيد المصالحة بالمصافحة أمر مهم، لكن أقول لك أيضا زاهر لا يزال في السجن كما قلت في منزلكم الكريم، زاهر ابننا، أيا تكن الظروف ونحن معنيون بمتابعة كل المسائل لتكون الخواطر مجبورة ثابتة على الصلح وعلى التوحيد. كلمة أخيرة باسم بيسور، أشكركم، وباسم بيسور أم الشهداء أقول تحية كبيرة إلى فلسطين وشعبها وإلى غزة وأبطالها ومقاوميها، هذا عهد بيسور وهي وفية على العهد، والسلام. أصحاب السماحة والفضيلة المشايخ الأجلاء وليد بيك جنبلاط، تيمور بيك جنبلاط، أهلي وأخواني في بيسور، الحضور الكريم، بعد أسابيع من أيام العشر المباركة وعيد الأضحى المبارك شاءت الأقدار أن نلتقي وإياكم على هذه الأرض المباركة، المباركة بمشايخها وأعيانها وأبنائها ونسائها ورجالها، المباركة بشيبها وشبابها الذين قدموا كل التضحيات في سبيل لبنان وصمود لبنان وبقاء الجبل. ما سميت بيسور
أم الشهداء كجائزة ترضية. فما قدمته هذه البلدة للوطن وللجبل ولمنطقة الغرب والشحار في علي كان كافياً لإطلاق تسمية أم الشهداء عليها. والرادار يشهد وعيونها تشهد، فإن سألت عين القميم وعين الضيعة وعين الشكارة وعين الكريم وعين المجد وعين الصمر وعين الوادي وغيرها تجيب كأنها كما هي تسقي أبناء بيصور والمنطقة، كذلك هم سقوا أرضها بدمائهم الطاهرة والزكية. سقوا أرضها لكي تبقى، ولكي يبقى هذا الجبل بهويته العربية الوطنية الأصيلة. وهنا اسمحوا لي أن أترحم على كل شهيد سقط من هذه البلدة بعائلاتها كافة، واسمحوا لي أن أترحم على رفيق الدرب ابن بيصور الشيخ صالح فرحان العريدي. واليوم نلتقي نحن ووليد بيك وجميع الحاضرين معنا في هذه المصالحة الكريمة. لقد ألمنا هذا الحادث الأليم، ولكن ما يواسينا ويعزينا هو إعلائكم للغة العقل والحكمة والوحدة، وتحقيقكم لمبدأ التسامح الذي أنتم أهلاً له. إن هذه الصفات إن دلت على شيء فتدل على أصالتكم وتشبثكم بالعادات والتقاليد والقيم التوحيدية الأصيلة التي هي أساس وحدة وتماسك مجتمعنا التوحيدي. نبارك لكم هذه المصالحة، وأبقاكم الله سالمين موحدين على كلمة سواء في مواجهة المصاعب والتحديات. آمل أن تعم هذه المصالحة كل المسائل العالقة في مناطقنا لإعلاء حق الناس جميعاً وإرساء الاستقرار والسلم في مناطقنا كافة. نجتمع اليوم في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من تاريخ المنطقة وتاريخ الوطن. نقول نحن على ما نحن عليه، نحن على ما نحن عليه في خطنا العروبي، نحن على ما نحن عليه في قضيتنا الفلسطينية، نحن على ما نحن عليه في نهجنا المقاوم، نحن على ما نحن عليه في وطنيتنا الراسخة، نحن على ما نحن عليه في مسلكنا التوحيد الشريف، نحن على ما نحن عليه في ثباتنا في وطن نحن أسسناه، في وطن نحن حميناه، في وطن نحن فديناه ونفديها كل يوم بوجه كل عدو محتل. وأرض التنوخيين هذه تشهد. إخواني جميعاً، أخي وليد بيك، لم يكن أخي تيمور بيك
لم يكن أبناء طائفتنا الكريمة يوماً أينما وجدوا، وفي بلاد الشام خصوصاً، في لبنان، في فلسطين، في سوريا، في الأردن، لم يكونوا يوماً مشاريع فتنة أو مشاريع تقسيم أو مشاريع حرس حدود لعدو غاشم. فأهل التوحيد هم أهل للوطنية، أهل للانتماء القومي الصحيح والشفاف، ومشروعهم الوحيد هو حماية هذه الثوابت ولو بالدم من كل عدو. ومعركة المالكية والناصرة في فلسطين بقيادة الزعيم الأمير مجيد أرسلان واستقلال لبنان أكبر دليل على هذه المواقف. ورفض المرحوم كمال بيك جنبلاط الدولة الدرزية في أواخر الستينات ونصرته للقضية الفلسطينية، وثورة سلطان باشا الأطرش، وصمود أبناء الجولان العربي السوري المحتل بوصلة الموحدين الدروز في العالم دليل على ما أقول. وهنا لا أستطيع إلا أن أوجه من على هذا المنبر، من بيسور، وماذا تعني بيسور؟ أم الشهداء، إلى مشايخنا وشيب وشباب ونساء وأطفال في الجولان المحتل، تحية إجلال وإكبار على مواقفهم الوطنية والقومية المتمسكة بثبات بالهوية العربية السورية. ومناشدتي هنا من بيسور لأبناء السويداء، أو بالأحرى لقلة من أبناء السويداء، لا تراهن يوماً على مشروع انفصالي من هنا أو مشروع انعزالي من هناك، ولا على مشروع خارجي تعتقدون أنه يراد منه خير لكم. انظروا إلى تاريخكم وتمعنوا في محطاته وخذوا العبر منه. ضعوا أيديكم بأيدي أبناء الجبل وأبناء الوطن بكل محافظاته لكي تحافظوا على وجودكم ومستقبلكم ومستقبل أولادكم في كنف الدولة بقيادتها ومؤسساتها وجيشها. أما لأبناء الجليل، أبناء فلسطين المحتلة، لعرب 48، أقول وبالأخص منهم المجندين قهرا وهم أكثرية، أقول لا تنخرطوا في جيش الاحتلال ولا تسمحوا له بالفتنة فيما بينكم، ولا تواجهوا إخوتكم الفلسطينيين، لأنكم شعبا واحد. احذروا 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 المكر والخداع الصهيوني الإسرائيلي. مهما طالت حركة التاريخ فإن حرية الشعوب آتية ولو بعد حين، فأنتم خير من ميز بين الحق والباطل وبين الظالم والمظلوم. كونوا على ثقة بأن خياركم إلى جانب إخوتكم في الوطن هو الخيار الصائب
وكل المشاريع الأخرى والكيانات المحتلة إلى زوال أكيد. نحن أيها الأخوة مشروع الدولة والشرعية والمؤسسات، وخلاصنا بخلاص وطننا لبنان، وبوحدتنا وبانفتاحنا على الآخر وبتقبلنا له في بيتنا الداخلي كما في الوطن. نؤمن بالتعددية وبالتنوع وبالاختلاف، لكن من دون الخلاف. وذلك لا يعني كما يروق للبعض، هذا لا يعني أننا مؤمنون بما يريده البعض بأن تصبح الخيانة وجهة نظر وبأن تضيع البوصلة بين العدو والصديق. وهنا لابد من توجيه التحية إلى المقاومين الأبطال في كل الساحات، في غزة، في الجنوب اللبناني على وجه الخصوص. فمرحلة ما بعد 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى ذكرت العالم بإجرام العدو وبطشه، عدو الأرض، عدو الناس، الذي لا يفرق بين طفل ومسن وامرأة ورجل، عدو لا أمل بدحره عن أرضنا إلا بالمقاومة. قلتها منذ عقود وكررتها في أكثر من مناسبة، وقد أكون دفعت في مكان أو آخر ثمن قناعاتي الشخصية ونهجي الذي ما بدلته لحظة، لكن ضميري مرتاح، وجمعتنا اليوم خير دليل على ذلك. قلتها وأكرر، أبناء الجبل لم يكونوا يوما ولن يكونوا إلا سندا في ظهر المقاومة والمقاومين. وحماة الثغور بالأمس هم حماة ظهر المقاومة اليوم. وفي السلم كما في الحرب، بيوتنا وقلوبنا مفتوحة لهم، وما يصيبهم يصيبنا، والنصر حليفنا بإذن الله. أما الملف اللبناني الداخلي فاسمحوا لي بأن لا أعلق، وأن أكتفي بالتأسف إلى ما وصلت إليه الحالة من فوضى وفلتان. واسمحوا لي أن أوصفها بكلمة عصفورية بالكامل. نتيجة كل ذلك المزيد من الصعوبة في الوضع الاقتصادي والمعيشي على الناس، وسنبقى في كل الظروف إلى جانب الناس وهموم الناس ومطالب الناس. أنهي كلامي بالتوجه إلى أشقائنا وأخواننا في الدول العربية، في الخليج العربي وكل الدول، بأن يوحدوا الموقف من خارج إطار القمم العربية وبياناتها، ويتخذوا قراراً جاداً ومصيرياً وجريئاً يدخلون فيه التاريخ من بابه الواسع، بالضغط الفعلي على الدول العظمى والمؤثرة للوصول إلى وقف نهائي للحرب على غزة وعلى الجنوب اللبناني، تفادياً لما هو أعظم، وحرصاً على استقرار المنطقة، كل المنطقة. ودمتم جميعاً، ودامت بيسور، ودام لبنان، بألف خير وشكر. شكراً لكم عطوفة الأمير طلال أرسلان.
في الذكرى 40 لاستشهاد شهيد القضية الفلسطينية والعروبة المعلم الشهيد كمال جنبلاط، كانت وصيتكم بأنه مهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار والمصالحة، تبقى هذه التضحيات رخيصة أمام مغامرة العنف والدم أو الحرب. وكنا نحن ونبقى في طليعة الأوفياء لهذه الوصية. الزعيم الوطني وليد بيك جنبلاط، لكم الكلمة. نختم اليوم بمعية الأمير طلال وأصحاب السماحة والمشايخ الأفاضل والفعاليات والرفات اللقاء الديمقراطي. نختم اليوم جرحا أليما أدمى العائلة الواحدة في بيسوق. نختمه من خلال التمسك بالقضاء والتمسك بالتقاليد والأعراف التي عرفتها الطائفة المعروفية الواحدة، والتي عندما نطبقها بالرغم من فداحة الخسارة، بالرغم من ألم الفقدان، فقدان الأحباء، لكن تبقى الضمانة من أجل عبور إلى المستقبل. التحية لكم جميعا يا أهل بيسور، فقد كنتم في طليعة المقاومة الوطنية العربية. أنتم الذين صمتتم هنا في وجه المؤامرات وجه مؤامرة التقسيم والانعزال. أنتم الذين فتحتم الطريق للعروبة، فتحتم الطريق إلى بيروت. أنتم لاحقا الذين فتحتم الطريق إلى المقاومة، إلى الإقليم، إلى صيدا، إلى الجنوب. تاريخكم ناصع في التضحيات، تاريخكم أبيض. أضم صوتي إلى صوت الأمير طلال، إلى الذين تحدثوا، إلى رفيق غازي. نحيي من بيسور أم الشهداء، نحيي أم الشهداء في غزة، في الضفة وفي فلسطين.